الإرشادات الواجب اتباعها في الحجر الصحي المنزلي للقادمين من الأماكن التي ظهر فيها المرض، أو للمخالطين لحالة مؤكدة مخبرياً ممن لم تظهر عليهم الأعراض. على الشخص الذي ينطبق عليه الحجر الصحي المنزلي ملازمة المنزل. لا يسمح بالزيارة إطلاقاً. عدم حضور المناسبات الاجتماعية والتجمعات العائلية. غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، وفي حالة عدم توفرهما يمكن استخدام المعقم الخاص باليدين خصوصاً بعد العطس والسعال. عدم استخدام الأدوات المشتركة مع أفراد الأسرة مثل الصحون والأكواب والفوط، وتخصيص أدوات خاصة بالشخص. تنظيف دورة المياه الخاصة بالشخص بشكل مستمر بالمنظفات المعقمة. مدة الحجر الصحي المنزلي هي 14 يوماً منذ تاريخ الخروج من الدولة الموبوءة أو تاريخ آخر اتصال مباشر بحالة مؤكدة مخبرياً، وبعد هذه المدة يمكن للشخص مزاولة أعماله اليومية المعتادة. إذا ظهرت على الشخص المخالط أثناء تواجده في الحجر الصحي أي أعراض، فينبغي عليه التواصل مع أقرب مركز صحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. الأشخاص المخالطين للشخص الذي طبق عليه الحجر الصحي المنزلي يمكنهم مزاولة أعمالهم اليومية بشكل معتاد. عدم التزامك بإجراءات الحجر الصحي المنزلي سيعرضك للمساءلة القانونية بموجب قانون مكافحة الأمراض المعدية رقم 73/92. مع تحيات وزارة الصحة.